جاسم التيشيرت بتاعك طرش يا اسطى طرش. ميرسي نزلت بيه البلد. طرش باين ان هو ستايل تحفه يا سيادتك. اوعى تكون بس حاجه عشان انا فاشله مين. خليك اسئله روي. ما تخافيش تعالي. الاخبار تمام الحمد لله. قولي لي لو اديتك طاقيه الاخفاء ليوم كامل هتعملي بيها ايه؟ يا ديني اطير اطير بيها على بره على طول. هتعملي ايه؟ لا 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 بجد نفسي اروح المانيا على طول على طول من ايوه ماشي. المانيا في ثانيه. اشمعنى المانيا؟ بلد منفتحه. المانيا مش زي هنا. بلاش. وهتعملي ايه تاني؟ ها اوكي هسرق هروح اسرق الحاجات اللي انا كنت نفسي اسرقها من بيتنا. ايوه ده هي ايه بقى؟ في حاجات كتير والله. في حاجات كتيره. كان قطي دلوقتي انا مش عارفه ادخلها. انا عايزه اسرق قطي دلوقتي. اسرق ايه بقى من قطي؟ كتير. معاكي بقى الذهب ومعاك كتير كتير. هدومي انا عايزه اسرق هدومي دلوقتي. انا ماشيه بتيشيرت صاحبي اقسم بالله. رياكشن صاحبك وهو بيتفرج على الفيديو. جاسم التيشيرت بتاعك طرش يا اسطى طرش. ميرسي نزلت بيه البلد. هتعملي ايه تاني غير انك تسرقي قطك وتروحي المانيا؟ اه غير ان انا اسافر واعمل قطي اتجوز سارة عربي بقى وخلاص. اعمل ايه ازاي؟ ايه ازاي بقى؟ هخطفه كده بقى معايا في السكه. ما انا لابسه طاقيه الاخفاء مش باين. تعالى يا اسطى. وهو ماشي ما شاء الله. انا رايح فين وجاي منين؟ رايح فين وجاي منين؟ تعالى صباح الفل. خلاص انا لي سارة عربي في ثانيه كده اروح اجيبه واجي. دلوقتي عماله ببحث عليه ببحث عليه نفسي. على جوجل على طول. ها؟ على جوجل عادي. مش جاي. بحثت عليه والله كتير ما ظهر لي حاجه. ظهر لي السري العربي بس السري اللي هو لابسه. ما ظهر ليش السري بتاع الفلوس ده. هتعملي ايه تاني؟ ده كله بطاقيه الاخفاء؟ ياه. ده عامل ايه؟ راح اعمل شوبنج والله في السريع واجي كده. هو ده اللي كل احلامي. الشوبنج واسافر. سرقه. بس. انا طموحي بسيط جدا يا جماعه والله العظيم. انتوا محدش عارف.